داكشي راه ما كيدومش. هذاك الشيء عمرك غدير به شي حاجه، ضروري خاصك تقلب على شي قرايه ولا دير شي ديبلوم في يدك وتمشي تخدم به الا بغيتي انتيغرا مع هاد الناس. حيت لك انت غتبقى تخدم ويتر وتخدم سميتو اوبر درايفر وداكشي، راه كتبقى غادي على الله وصافي، فهمتي؟ راه الله يستر شي نهار صاحبي تمرض، راه ما يمكنش، صافي ما كاينش منين تدخل الفلوس. نهار غادي لا، حيت انت خدامه بصحتك، نهار غادي تقول انا راه ما قدرتش اليوم نسوق، راه ما غدخلت حتى شي ريال داك النهار. سو هذه هي الايديا اللي كانت عندي من البدايه، ومشيت للكوميونيتي كوليج باش نقرا. اوكي فرحان دخلنا الكوميونيتي كوليج، وداك الشيء طويل يا خويا. انا شوف راه كنقول هذه القرايه مزيانه، سير قرا الكوميونيتي كوليج الا كنتي باقي صغير وباغي دير هادشي. ولكن انا خويا انا راه ما كنتش صغير، انا راه عندي ما عرفت شي 31 عام، وجاتني صعيبه انني نبدا عاوتاني من البدايه، نقرا من البدايه، جاتني الطريقه تجيني مزيان. المهم كانت واحد البلان ان كنت خدام في واحد البيتزا ستور، وكانوا خدامين معنا تواركا. وكيخبر علينا شي تركي، كيخبر علينا واحد شهر عام، كيجي كيقول لك هذا راه ولا خدام في الاي تي. كيفاش اودي؟ كيقول لك راه ولا خدام في الاي تي، راه كيدير 100,000 في العام. شنو هذاك الرقم ديال 100,000؟ راه رقم كبير، راه كتسمعوا راه كتخلع. او تكيب لك واحد درايفر عاوتاني ما بقاش كيجي، داز واحد شويه في كيجي لابس مزيان مالك، وراه مشي درت واحد البراسه ديال الاي سي. والمشكله هذاك التواركه واخويا راه كلهم مشاو في ديك الطريق. انا وليت كنقول هادشي واش كيكذبوا، واش كيكذبوا علينا ولا شنو البلان؟ صافي داز العام الاول، العام الثاني ما مشيتش حتى لواحد النهار، وانا عيط لي واحد الدري صاحبي مصري بحال وانا كنت كيتفرج فينا دابا نيت، عيط لي قال لي ما فين، قال لي انت واش ما بغيتيش دير حتى هاد البلان؟ انا قلت لي اخويا راه الفلوس باش كيقول في القرايه راه غالي، كيخوفوا بزاف. قلت لي وركي بالي داكشي كذوب، قلت لي راه ما تقولش لي صاحبي غتمشي تقرا 7 شهور وغتدخل الفلوس. قال لي شوف راه صاحبي الله دار واحد المدرسه حلها كيقري داكشي حتى هو، الا بغيتي تمشي تشوف. قلت لي واخا. المهم انا كنعاود لكم في الاخر نقول لكم الاثمنه على الشيء كله. يا مزيان. سو مشيت لديك المدرسه واحد النهار في الليل، مشيت مع السبعه ديال الليل، مشيت دخلت جا عندي قال لي شوف راه المدرسه حنا راه كنقريو داك الشيء ديال الاي تي، ما غنقريوكش هذاك الشيء القرايه، غنقريوك ان نوريو كيفاش دير الخدمه بحال تكوين المهن، غنوريو كيفاش دير الخدمه فهمتي، وغنوريوك الشركه شنو تيديروا هذه بلا بلا بلا، غنشرح لكم الخدمه من بعد. قال لي انت دخل القسم ريح شوف راه الدراري كيقراو دابا، عاد فاش كنقول لك الدراري راه كلشي كبير. أوكي. يعني بنادم راه بين 30 و 40 عام. قال لي دخل ريح معاهم، حضر له واحد الحصه وشوف داك البلان. اخويا دخلت لتمايا لقيت غير الشناوه. اوكي انا عاش الشناوه اللي مريحين. قال لي هاد المدرسه، قال لي راه كنديروها ما عرفت ديك الساعه كانوا كياخذوا 3000 دولار، 3000 دولار كتقرا المده ديال 7 شهور. اوكي وبعد بقى كيهضر معايا قال لي شوف راه تخلص 3000 دولار مقسومه، غنقسموها لك على الشهور، كيقسموها لك على الشهور، وهانت غتسالي راه غتمشي تلقى خدمه دير فيها 100 مليون فلوس، نقص دير الخدمه اخرى ونقص هذا، هذاك الشيء راه ما كيدومش. اوكي هذاك الشيء عمرك غدير به. وبعد بقى كيهضر معايا قال لي شوف راه تخلص 3000 دولار مقسومه، غنقسموها لك على الشهور، كيقسموها لك على الشهور، وهانت غتسالي راه غتمشي تلقى خدمه دير فيها 100 مليون. اي مين دابا اسمعني كيقول شي واحد هكا، راه كتقول لي راه بغيتي تنصب عليا اخويا، فهمت؟ هذه هي الايديا اللي كانت عندي. صافي خرجت من داك الكلاس ما عاود ترجعت، قلت راه نصابة، فهمتي؟ قلت راه نصابة. داز الوقت، جات كورونا. جات كورونا صافي، مريحين في الدار، راك عارف ما كاين لا خدمه لا والو. قلت خاصني ندير شي حاجه، ما كاين لا خدمه لا والو، اتليست كيخلصونا كيعطيونا دوك البركه باش تخلص لك راه داكشي راك عاقل. قلت نحاول نستافد من هذا الوقت اللي عندي في الدار ونقرا الاونلاين.
وانا نقول غادي نقرا هاد المدرسه ديال اونلاين واحد المدرسه سميتها سايبر تيك. سايبر تيك سايبر تيك تيك اوكي اه حيت شفت بزاف ديال الدراري الاخرين عاد مشاو دخلوا خدمه من وراء انا فاش مشيت ورجعت قلت لا ما بغيتش ندير داكشي ورجعت صافي قلت غادي نبدا نقرا قالوا لي غادي تخلص شوف المدرسه الاولى كانت لك ما عرفت كانت شي 3000 دولار ياك هادو قالوا لي 12000 دولار علاش حيت المدرسه ولات مشهوره ولا كلشي كيمشي لها زادو بقات كيتزاد كتزاد كتزاد تاع لا واش نفس المدرسه واش نفس المدرسه هذيك المدرسه هذه مدرسه اخرى ولكن فاش عاودت مشيت سولت المدرسه اللي كانت ب 3000 قالوا لي ولات ب 8000 واو ولكن انا باقي عاقل ديال 3000 عاقل عليهم يلاه ديك الساعه يلاه بداو كيقراو داكشي من المدرسه الاخرى مدرسه مشهوره ومعروفه فهمتي داكشي علاش قلنا اوكي 12000 بعدا راه غتحطها في شي حاجه كنقولوا مسوقه يا anyway صافي شفت ديك المدرسه الحمد لله خويا كان كيعطينا الانبلويمنت ملي كنا كنخلصوا النهار هذاك الحاجه الوحيده اللي درت بهذيك الانبلويمنت صافي وقريت معاهم تما نفس البلان دخلت كيقول لك راه غادي تقرا معنا 7 شهور تشد 100 مليون خاصك تقول لهم اش غدير صافي ولا نقول لك غندير في الله وغادي نمشي سو غنقول لكم شنو هي المدرسه اش كيقريو دابا المدرسه كيقريوك على اساس انك انت سوفتوير انجينير اللي كدير شي حاجه سميتها تيستينغ ماشي فرونت اند ديفلوبر شي واحد فرونت اند ديفلوبر ولا شي لا كدير تيستينغ غنشرح لكم بالمغربيه ببساطه باش تفهم سو دابا انت فاش كتدخل في الصباح نديرو حنا انت خدام مع فيسبوك اوكي فيسبوك كتدخل حتى البيسي ديالك كتمشي لليو ار ال ديال فيسبوك اللين ديالهم كتمشي كتكتب اليوزر نيم ديالك ولا الايميل وكدير الباسورد وكتكليكي على لوغين باش تلوغي كتلوغي كيديوك داك الداشبورد ديالك فين كاينه تصويرتك وداكشي سو الخدمه ديالك انت مع شركات عندك انت كدير لهم هاد الخدمه كل صباح كتنوض كتقلب ليهم واش شنو الويب سايت ديالهم خدام مزيان ولا ما خدامش وحاجه اخرى ماشي بعض المرات هاد الويب سايتات كما كيكونوا مطلوقين للناس كيكون الويب سايت يلاه كيتبنى انت الخدمه ديالك في هذاك الويب سايت انك كتيستيه كتيستيه واش خدام ولا ما خدامش كاينين جوج ديال الخدام كاين مانيوال تيستر كما قلت لك دابا كتدخل تيستيها بيديك بحال اي واحد يقدر يدير هادشي تدخل تيستيه بيديك ولكن ديك المدرسه كتمشي لها كيعلموك جافا وكيعلموك بزاف ديال تولز اخرين كتولي تكتب انت واحد الكود وهذاك الكود هو اللي كيدير التيست ماشي انت كتورك على واحد كتورك على رام وداك الكود كيدخل وكيدير اليوزر نيم كيكتب باسورد كيكتب لوغين كيدخل كيشوف واش التصويره ديالك محطوطه في بلاصتها في الداشبورد واش سميتك هي هذيك واش اللي درتي جيم كتطلع لك ديك اللعيبه ديال جيم فهمتي كتيستي نتايا هذه هي خدمتك سو هما اش كيعلموك كيعلموك هاد البلانات هادو كيعلموك من ا تال زد كيفاش تيست كاينه واحد الحاجه مهمه هي الاكسبيرينس دابا انت تقول لي لوغين دابا تجي تقول لي الاي تي وانايا كنعرف على الفيسبوك ما عمرني درت شي حاجه ما كنعرف لا جافا لا اتش تي ام ال لا حتى شي حاجه فهمتي انا ماشي دري ما كنديرش الاي تي انا كنت في المغرب كنت كنقرا كنت ندير اداب اجاك الصوت ناقص واش مشكل عندي ولا ما دابا دراري الصوت واش مزيان الخوت قالك سبيكر دراري الصوت مزيان مزيان وانا كنت كتسمعني انت مزيان حتى ما خاصني نسمعني مزيان انا كنسمعك مزيان على مزيان دابا مزيان ياك سو فاش خلينا قلت لك كيقريوك الجافا وكيقريوك هاد الاتش تي ام ال بزاف ديال التولز دابا انت تقول لي انا ما عنديش انا ما كنعرفش هاد الشيء انا زيرو اي تي اكسبيرينس ما عمرني درت شي حاجه في البيسي خدمت في البيسي البيسي كنعرفو غنكتب فيه الوورد ولا كنعرف ندخل فيسبوك ولا شي حاجه انا فاش دخلت المدرسه كنت كنسمع داك الكلمه ديال جافا كنقول ناري شاد الشيء هذا ما عمرني شي نهار عرفت شنو هي جافا داكشي كنسمع ثاني بحالي بحال الناس سو هاد المدرسه ماشي مشكل تكون جاي من ما عندكش واحد الباك جراوند واحد الاي تي باك جراوند اي حاجه كنتي كديرها ماشي مشكل كتجي كيقريوك كيوريوك الخدمه كيقريوك 4 ايام 5 ايام
في السيمانة. ثلاث أيام كتقرا ساعتين ونص في النهار، ساعتين ونص، ومن وراء ديك ساعتين ونص ضروري خاصك تتجمع أنت ودوك اللي كيقراو معاك، بحال كديروا جروب ستادي كتجمعوا وكتبقاو تقراو بعضياتكم، كديروا واحد ساعتين في النهار. سو لايك 5 اورز اللي كتسبندي في النهار باش دير داكشي، ونهار يومين في السيمانه غادي لمده 3 ايام، ويومين في السيمانه كيقراوك من 10 الصباح حتى ل 5 د العشيه النهار كله. اسمح لي الا قطعتكش، تقدر تقرا ومين تمشي للمدرسه؟ انا مدرسه المدرسه اللي كتشي دابا المدرسه كتدخل اللي كنمشي لها انت. سؤال الا ما فهمت السؤال. لا زعما واش ممكن دير تكون كتقرا وخدام باهيات هذا البروغرام هذا؟ هي راه تقدر، علاش؟ حيت قلت لك نورمالمون راه اش الكلاسات معاش كيبداو، كيبداو مع 7 ديال العشيه. اوكي من 7 كندير اوبر ولا كندير اي حاجه تخربيقه اللي ساهله تمشي دير امازون. هي كاين هي البلان شنو؟ الا بغيتي تمشي سكول ما غنزيدين عليك شي 1500 دولار الا بغيتي تقرا من سكول. انا اونلاين اخويا احسن قرايه عمرني قريت اونلاين في حياتي، ولكن اول مره قريت اونلاين احسن قرايه في العالم هي اونلاين. ما كتبرزت مع ترافيك، ما كتقول لها خاصني نخرج نص ساعه قبل ولا ساعه قبل باش نبقى صايق، راك عارف الترافيك كيدير في امريكا خويا. كيوصل الوقت كتحل البيسي ديالك صافي، وبدا القرايه ديالك. بغيتي تهضر، بغيتي تسول، بغيتي شي حاجه كتصيفط ميساج، حيت كنكونوا داخلين واحد داك ديسكورد كتصيفط ميساج كيجاوبوك ولا كيقول لك بحالك كيطلعك معاه فيديو باش تهضر معاه، فهمتي؟ و تيقريوك بواحد البيس اش نقول لك، كيقريوك شويه عرفتي، راه كيقريك بحال الالفون باءون عرفتي. هذا واحد الشهر الاول راه الالفون باءون، راه كيقول لك انت راه عارف انت ما عندكش مع هذا التخربيق، جاي من واحد الباك جراوند اخر، غنقريوك بشويه وغنعلموك بشويه، خويا معاك شويه كيشوفك صافي ديك كتشد ديك الساعه كيبدا داك الشيء غادي كيضرب. او في ديك 16 شهر كما قلت لك بحال الوقت ديالك كيقسموا لك لجوج الحوايج، النص ديال الوقت هو انك كتقرا، والنص الاخر كيعلموك كيفاش دوز الانترفيو، حيت اصعب حاجه راه هي دوز الانترفيو. اوكي سو كيبقاو يعلموك من داي 1، كيعلموك كيفاش دوز الانترفيو، كيقول لك شوف هاد كاينين نقولوا واحد 200 سؤال، ما كاين كاع 200، شي 100 سؤال اللي كاينين كيتسولوا ديما في الانترفيوز، غادي نبقاو غادي معاك باش تحفظ كيفاش تجاوبهم وكيفاش تهضر وكلشي. سو هذوك الاسئله والاجوبه كتحفظهم، سول عباد الله اللي كانوا خدامين، الا كنتي كتعرف شي واحد خدام تسولو. وفاش كتصل الانترفيو تخيل كتدخل الانترفيو بحالك مع شي واحد وكيبداو معاك الانترفيو، شكون انت بلا بلا بلا، كيقول لك اوكي بغيتك تقول لي اشنو هو الفرق بين هذه وهذه. تخيل عرفتي فاش كيسولك الاسئله كتقول له يا صاحبي واش عندكم دراسه شوافه ولا شنو، كيفاش عرفوا هذه الاسئله صاحبي راه تسولو اكزاكتلي. ولكن هما كيقول لك راه عندهم واحد الاكسبيرينس كبيره في هادشي، بزاف قراو بزاف ديال الناس، واي واحد كيرجعو كيعطيهم الاسئله اللي تسولو، فاش داروا واحد الفلتر عرفوا ان هاد الاسئله راه هما اللي كيتسولو ديما، فهمتي؟ anyway انا راه تلفت ما بقيت كنهضر هنا وهنا، بغيت نشوف الدارينه بغاو يسولوا شي حاجه باش نعرف اش نجاوبهم، من الاحسن يسولوني باش ندير لهم شنو. السؤال الاول اللي كيتذكر بزاف هنا، واش ممكن ديرو من اي ولايه يعني اونلاين؟ بان لي راه تكون أي ولايه. وكيفاش كتكونتاكت معاهم؟ تكونتاكت مع المدرسه. سو البلان شنو هو؟ كيديروا واحد الانترو سيشن، كيديروا انا بعدا باش نقول لكم الدراري، انا راه ما من هاد المدرسه ما صافي، راه انا كنقول لكم غير واخا باش نقول لك انت. كنقول لهم ها الاوبورتونيتي فين كاينه، رايت؟ ولكن راه ما كايناش غير ديك المدرسه، كاين مدارس اخرى. بغيت نسول على راسك انا، حيت هذيك المدرسه هي اللي كنعرف دابا داكشي، علاش داكشي علاش كنبغي نبغي التجربه ديالك، وبغينا حتى المدرسه اللي بغي يمشي ليها يمشي ليها، اللي ما بغاش يمشي ليها يقلب على حوايج اخرين. يعني ما حنا ماشي كنبروموطيو المدرسه، كنبروموطيو سميتو السيرتيفيكي اللي ممكن يخديو بها هذا الصغار الفكره، فهمتي؟ ماشي المدرسه بعين. هذاك الشيء بان لك، انا قلت لك انا راه يوتيوب راه حيت من دورا على المدرسه، انا قلت لك كيقول لك كيقول لك انت راه بغيتي دير لي الريفيرونس داك المدرسه. والله العظيم بالله
ابقى عليك ابقى عليك يجروا عليك من السوشيال ميديا في بدر واحد النهار عرفتي انا سمحوا لي نخرج على الموضوع دقيق دقيق وغرزة واحد النهار واحد الفريق كنعرفها كانت ساكنه معنا المهم واحد النهار حلات انستغرام قلت لي نوطين قلت لي دابا انت كتعرف بزاف فكانت كدير معايا واحد الفيديو في الفيديو قلت لي الله يحفظك قول لي يومي يفولوين دابا لي فولو في انستغرام وهي دابا دابا هي رومانيه وكنا كنقولوا لها نسمي عليها مصيبه اوكي ياك دابا وهي ديما كتقول لك انا مصيبه انا مصيبه عزيز على عجب هذاك الورد الورد ديال المصيبه واحد النهار فاش حطيت الكونت شنو كتبات فيه السميه ديالها اتس مي اتس مي مصيبه دابا انت داير عبدو يوتيوب هي دارت اتس مي مصيبه واحد خونا ويكتب كومونتير ويقول لهم هذا راه واحد شي هذا راه مخلص من عند شي واحد سميتو عصام ما عرفتش شنو عصام قال لهم راه قرا قال لهم راه شي واحد سميتو عصام عطاه الفلوس حتى ديالي الله يهديك والله العظيم ايوه رجع خل الهضره ديالنا واش ضروري الباك جاوب لي على هذا السؤال هو الاولاني قلت يسولوك على الباك ولا لا خويا دابا والله هو راه ما تيسولوك لا على الباك لا دخل خلاص ما تيسولوك على هو كيقول لك شوف كيقول لك خاصك تكون ليغو هنا صافي واش عندك جرين كارد ولا سيتيزن عندك حاجه ولا جوج دخول اخويا تقرا راه كيقول لك شوف راه تكون ما عندك والو وبغيتي تدخل تقرا راه تدخل تقرا راه تخلصوا من عندك وتدخل تقرا ما تبقاش خدمه في الاخر حتى حد ما يخدم لك حيت فاش كتمشي فاش كيعيط لك الريكروتر فاش كتحط السي في ديالك في شي قنص اول حاجه فاش كيعيط لك الريكروتر كيقول لك شنو هي السيتويشن ديالك واش جرين كارد هولدر ولا سيتيزن اول حاجه قبل ما يدي يضرب معك اي حد ما خدمكش الا ما عندكش وراق باينه ما يخدمك مثلا نحط لهم السي في ديال المدرسه حيت الدراري شحال واحد كتب لي المدرسه انا غادي نبين هذا ما خاصكش الباك هذه مزيان لا ما خاصكش الباك انا نقول لك علاش وعارنا واش هذه واحد الحاجه مزيانه ولا لا واخويا كله وكيفاش ولكن نتوما تعرفوا كل يعرف راسو واش ما يدير المدرسه ماشي مشكل ماشي مشكل فاش كتبغي تبغي تخدم كيقول لك ريكروت كيقول لك شنو هو النيفو اللي عندك اوكي تقول لي عندي غير الباك بوحدو ما غيعاودش يعيط لك ايه انا اش كانوا كيقول لي كيقول لي دي هاف ا باشلر كنقول لهم اي هاف ماي باكالوريا باشلر كيقول لي ما تيسولوك على ورقه لا على جوج لا على حتى شي وزه حد حدك الريكروتر باش كيعيط لك كيسولك هذا السؤال كيقول لك واش عندك الباشلر ديالك انا فداك اش كنقول لهم اه ما قالوا لي لا جبنا لا باشلر ديالك لا والو عطاوني الخدمه راه دايره ثاني خدمه خدمت دابا باي ذا راه ماشي الاولى خدمت مع الاولين 6 شهور وسال البروجي ومشيت خدمت مع مع شركه اخرى دابا كنخدم مع كنت خدام مع سي في اس فارماسي ودابا خدام مع بلو كير بلو شيلد ديال الانشورنس تاع الاطفال بلو كروس بلو شيلد يا احنا بلو كير بلو شيلد بلو كيسي خدام معاهم اللي خدام معاهم انا كاين في كانساس انا الدري قال لي راه دابا دير واحد البلانخور قال لك والله ما عرفت واش ويلز فارغو ولا بنك اوف امريكا ما عرفتش من وحده داروا معها شي شراكه اوكي قال لك كيعطيوك اللون البنك كتعطيك اللون باش يخلصوا لك المدرسه كامله وانت كتخلص $200 في الشهر اوكي اللون زيرو ديال الانترست انترست زيرو يلا زيرو يا راه كتبتها انا غنعاود نكتبها ما عرفتش
غير سميتو دخل كيقولوا لي الجوجل كتب هذيك سايدي راه طلع لك سميتو راه ترى باينه طلع لك سايديو انا نو فاش كنا كنقراو فيها كان سميتو سايديو شو باش هي هذه يا هذه ما ادري شحال واحد كتبها ما كيطلع كما قلت لكم الدراري راه كاينين بزاف ديال المدارس اخرين انا هذه هي اللي كنعرف اي شنو شاف الوصول ما عقلتش السؤال اللي موراه سولتوني على الفلوس قلت لي اولا كتخلص كتخلص 200 دولار ضمان ولكن ديك 200 دولار ضمان شنو المشكل انك كتبقى تخلصها كتكمل لهم الفلوس الاخرى ديال 6000 ديك 6000 الثاني كتبقى عليهم ملي كتشد الخدمه اوكي ما ديك باش كتولي تاخذ لون كتخلص لون كله يعني كتولي تخلص 200 دولار الشهر هادشي الدري اللي قال لي ولكن هو هادشي اللي دار حتى هو ولكن ما عرفتش انا ما فاش كنت انا كنقرا تما ما كانش هاد البلان اوكي باقي في كلتا الحالات ما كتخلص لي زانتيري يعني كتخلص لي 12000 دولار ديالك لا ما كتخلص لي زانتيري كتخلص ديك 12000 دولار ديالك هو واحد السؤال كيجي بزاف هنا هو لونجلي لونجلي النيفو ديال لونجلي اللي خاص يكون عندك باش دو يو سبيك انجلش اخو دو يو سبيك انجلش انجلش بيكين باور اه قاعد اخويا اش نقول لك لونجلي ماشي يكون عندك شي نيفو واعر ولكن ما يكونش عاوتاني نيفو زيرو فهمتي وكتسلك راسك كتفهم اش يتقال وكتهضر يا تفهم شنو تيتقال لك حيت باش كتدير الخدمه راه ما كتبقاش تهضر بزاف راه ماشي كل شويه غيعيط لك باترون اللي يعطيك شي انستراكشن وخاصك لا داكشي كتبقى خدام انت والبيسي ديالك نهار كله في المدرسه خدمه من الدار ولا خدمه من الدار انا خدامه من الدار القايد هذا والله اخويا الا بخير كندير 20 دولار ديال الغاز الطوموبيل كدير لي شهر الزردي الشعيبي الزردي والله العظيم احسن حاجه والله قول لي ما بقى لا اوبر لا والو سبت الحد اخويا راه الربو يعني سبت الحد كنخدم يوميا من 9 الصباح حتى ل 6 عندك ساعه ديال البريك لا جينا نهضروا الصراحه كنخدم شي 4 سوايع في النهار يا رب اسمح لينا حيت كدير خدمه وما راكش صحابك كدير لهم شي حاجه خياليه ماشي راه عادي راه ساهل كدير الخدمه ديالك في 4 سوايع كنكذب عليك اخويا بغيت ندخل نوريك لوفيس والله يا خويا انا خدام ولاعب كنلعب لعب بلاي يا كنتفرج كندير شي حاجه اخرى والله العظيم والله العظيم امين كتخدم عرفتي النهار اللي فيه الخدمه بزاف كتقول راه انا تقرت خدمه كتخدم واحد 6 7 السوايع هي اللي كتخدم وخدام من الدار يعني ماشي شي حاجه فهمتي ما كاين لا ثقل لا حد ثقل زعما انت والبيستي ديالك وما كنخدم السبت والحد خير والاعياد والمناسبات تقول لي ما خدامش وصافي ترتاح والله انا الاعياد والمناسبات دابا راه عاوتاني راه كنقول كتشي راه ماشي كنقول لكم راه المراه راه غاتمشي تدخل ليها من الباب تخرج من الباب الاخر غاتمشي تخدم راه كاين راه داك فاش كتمشي ديك 12 راه عاول انك تقرا راه خاصك تقتل راسك باش تقرا راه غتعطيهم ادين دوك الدي 12 مليون مغربي راه خليني من داكشي ديال حتى انا كانت عندي هاد الاي دي في المغرب كنمشي نقرا ما عرفتش علاش كنت كنمشي نقرا انا اصلا ما كنخلص حتى ريال وكنمشي كنبقى نتفلى في المدرسه ولكن اخويا فاش كتجبدهم من جيبك كل شهر اخويا راه منك خاصك تقرا خاص تحط بزاف ديال الايفون اصاحبي تمايا وكمال على الله 12000 دولار انت عندك سيرتيفيكيت ممكن تخدم بها وتير بها فلوس مزيانين احسن ما تمشي تقرا وريفر عامين ولا 4 سنين وانت وتمشي تشد شي لون بشي 50000 دولار ولا 60000 دولار راه كاين الناس وكيتخرجوا كيبقى تيخلصوا مساكن في هذاك اللون اللي خدا يعني 12000 دولار ماشي شي حاجه وانا سمعت كاين واحد المدرسه اخرى ب 4000 دولار راه كاينين مدارس الدراري ديال فيرجينيا راه شوف اخوتي معنا في اللايف دابا راه كاين واحد السكول ماشي واحد السكول كاين بزاف ديال لي سكول راه دايرين شي 4000 دولار اللي عرفها يكتبها لنا عاد في الكومنت باش نبينيها ما سميتهاش سينتاكس لا ما عقلتش التسميه
سينتاكس هي غاليه، سينتاكس هي السين برايس. لا السيد قال لي 4000 دولار اللي تخلص وكيتيري واحد 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 الانكام تبارك الله. لا 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 موجود الخدمه صاحبي، وخصوصا في هذا الشيء ما كان دابا التليفون اللي عندي هو باش كنهضر به. اي مين دابا انا خدام والله، الا كيصيفط لي عباد الله ميساجات ويعيطوا لي كيقول لي واش باقي كتقلب على خدمه. واو هذا شوف قرا الاسئله دابا ياك، قرا الاسئله وجاوبوا عليهم. انا ندخل جيبي واحد الاوردر ولكن انا راه معاك. اوكي قال لك وات از ذا بوزيشن يو اوكيباي ذن از سوفتوير انجينير. Software tester engineer. As that. على كيس ولوك بزاف شنو هو التاس اللي كدير؟ أقول لكم نعاود لكم النهار ديالي كيفاش كيدوز في الخدمة من A to Z. أوكي. Yeah, school is online. تقدر ديرها أونلاين وتقدر تمشي تقراها من عندهم. كاينه في فيرجينيا وكاينه واحده اخرى في بوسطن. يا غير تي تفكر عبدو عطيني اسمه انا واش نقدروا نديروها من المغرب لا يمكنش اخويا. داكشي اللي قلنا ضروري خاصك تكون مقيم هنايا ويكون عندك الوريقه ديال امريكا. يا ضروري تكون في امريكا نقول عندك الجرين كارد ولا تكون سيتيزن. ولا كنتي في اوروب؟ لا لوروب اه. ولكن الخدمه الا كنت تخرج من السكول خدمت في اوروب؟ اه دوك ديال اوروب كيخدموا في اوروب. سيزي؟ يا باللغة كما قلت لكم ما تكون غير اوكي، ماشي تكون شي حاجة واعر ولا تكون ما كتعرف والو، تكون بين وبين. قالك سيتيزن ليفين ان موراكو. اه يا علاش لا؟ كون مهم خاصك تكون مقيم هنا ولا في بيت تكون سيتيزن. عاوتاني واحد السؤال سولني زوين هذا، يلا على اللي مقيم بالمغرب واخا يكون سيتيزن خدام في المغرب. بزاف ديال الشركات هنا كيقول لك ما يمكنش نخليوك تخدم من بلاد اخرى ماشي الميريكان. كيقول لك كيكون عندنا بزاف ديال المعلومات كنخافوا لا حليت دوك المعلومات من المغرب ولا من شي دوله اخرى يقدروا يتهكاو شي حاجه اللي ما كيخليكش. كاينين شي وحدين كيخليه، واحد الدري صاحبي راه مشى للمغرب ريح 3 شهور خدام من المغرب، 3 شهور هو خدام من المغرب، طلعت لي المغرب طراطو. اش هي اس كيو ال؟ سيكوال. اه كانت سيكوال الا كان اس كيو ال ما باش لي هذا ديد يو ستادي سيكوال. يا يا سيكوال اسهل حاجه ماشي شي حاجه سيكوال. اه فروم يو كي. اه كاين فروم يو كي اخويا يوسف. اه كاينه. اه واحد الحاجه واحد قالها هو وشحال من حاجه شحال من واحد شفتو كاتبها. ثانك يو بشير. ثانك يو صاحبي. شوف الاسئله دابا. سميتو عبدو واحد العيبه راه نسيتها قلتيها شحال مره وكنبغي نقولها وكنسى. شنو؟ راه واحد الحاجه قلتيها شحال مره وكنبغي نحبسك فيها وكنسى. فاش كتقرا في المدرسه راه ما كيعطيوك لا ديبلوم لا والو باش تكونوا من البداية. وشنو باش كيعاوني بانك الخدمة؟ باش كتبروفي الخدمة. داكشي اللي كتعرف. انا في امريكا راه يمكن كيسولوك على واش عندك سكيلز فهمتي، ماشي ما تيعرفوش بزاف هنايا بالديبلومات. راه واش كتعرف شي حاجة؟ نقول لك واحد فاش كتمشي للانترفيو عرفتي اودي عبد الشيء يقول لك كيقول لك اول بعدا كيعاطي لك الريكروتر هو الاول كيقول لك واش تسيتي مزيان ولا عندك جرين كارد باش يزيد معاك الهضره. كتقول لي كيقول لك شنو هو الثاني قريتي؟ نقول لك انا كنت نقول لهم باشلور. كيقول لي واش عندك باشلور؟ تنقول لي باشلور الهنود ديما كيعيطوا لك الهنود باشلور اخويا باشلور.
فاش كتمشي للخدمه فاش كدوز الانترفيو ديال الخدمه راه ما كيسولوك اش كنتي كتقرا فاش قريتي بس شي حاجه كيسولوك على الخدمه كي من ساعه ديال الانترفيو كيسولوك على الخدمه كيقول لك اوكي عندك هاد المشكل هنا اشنو غدير كيفاش كتفيكسي هاد البروبليم اشنو اشرح ليا اشنا هي شي تخربيقه على الجافا اشرح ليا شي حاجه على السيكو اشرح ليا هادي اشرح ليا هادي صافي وفاش كتدخل كما كاين كما كتبان لك انا مشكل ما يكونش عندك ديك سيرتيفيكيت عطاوها لك من براسها كدير على تقريتي مع اتليست ديك الشهور حيت ملي كتكون مدرسه ومدرسه وكتقرا فيها وما تعطيك ما كتعطيك والو صافي كتقول صافي راه علمنا هذا ارونو ما شي ميكي جاتي ميكي اوكي سير شوفنا الاخرى Here in Morocco, you need a degree to work in a firm like McDonald's. مشى ليا ديال ريزيما شتي واحد كتب ريزيما شي حاجه لا ما يمكنش كتمشي واحد كتب شيري واش تقدر تشيري ريزيما ديالك لا ما صعيب داكشي مسكين ريزيما ديالك خاصو يكون ديالك اخويا بحال بحال لاكارت ناسيونال ديالك لاكارت ناسيونال ديالك كيعاونوكم في المدرسه كيوريوك كيفاش تصايب ريزيما كيعاونوك كيفاش تصايب ريزيما اصلا كتسالي ديك 17 كتلقى راسك وليتي عارف كيفاش تصايب ريزيما وعارف داك تخرج كله واشوف القيد اش يقول قرات السؤال ديال القيد القيد راه بان لي راه عارف سايكل دو فيديو ديفلوبمون لوجيسيال داري بالفرنسي كاينه فيه واحد الفايز القيد اللي تبعتي راه تيحمقك ما عرفتش الدري والله ما عرفتش صراحه اني واي القيد راه القيد عارف راه بان لي راه عارف ديبلويمون خويا ديك فرونسي راه ما كنبغيش على كنبقيش عاقل لها اني واش هي اللي كدير ديبلويمون اوكي شي حاجه بحال هكاك راك قريب اول حاجه كيقريوك في المدرسه هي هادشي اللي قال القيد دابا اول حاجه كيقريوك في المدرسه هي سيكو سايكل دو فيو ولا ما عرفتش كتقرا بالفرنسي اوكي شنو هذيك دي ستادي شنو هذيك الالغوريثم دي نو اي ديد نوت انا غادي نبان لها نصايب ليها بالويب سايت انا راه كنتيست الويب سايت اخويا بحال عطاوني شي مظله ها هي كتكتب واحد الكود ولكن انت بحال عطاوك شي مظله قالك خويا شوف هي المظله واش خدامه غتحلها غتسدها غتحلها بالسده بالجهد غتحاول دي تخوي عليها الماء سخون تخوي عليها الماء بارد تشوفها واش خدامه فاش كتسالي كتقول لهم الناس هذه راه خدامه هذه وبيعوها راه خدامه مزيان هذا هو التبسيط لذاك الشيء اللي كنديرو صافي يور ديلي ورك روتين باري اوكي اش كندير كنفيق الصباح كنصيب قهوك على كندخل البيت كنشعل البيسي كان اول حاجه كندخل لواحد الميرينغ كيديروه يوميا كنقولوا ليه الديلي ستاندارد كتدخل كتلاقى مع كاع اللي خدامين معاك ياك واحد بواحد كيقول اشنو دار البارح شنو غيدير غدا واش كان عنده شي مشكل في الخدمه البارح مع كلشي خدام من الدار عادي كتقول لهم جايز راه البارح كنت خدام كنصايب هادي واليوم غادي نكمل خدام عليها وما عندي حتى شي مشكل ما بلاك صافي كتقول لاخر حتى هو كيقول ميرين كيدوز في واحد 5 دقائق 10 دقائق ماكس كالتالي كتجي تشوف واش عندك شي خدمه دير هي خدمه كنقولوا واش عندك شي يوزر ستوري اللي غتيستيها هل تقول البارح سالاو الديفلوبر ديفلوبر ديك لوغين لوغين هي كما قلت لك قبيله كدير اليوزر نيم باسورد وكتكليكي لوغين البارح هما خدموا عليها صايبوها انت الخدمه ديالك اليوم غتيستيها واش خدامه مزيان ولا ما خدامهش كيفاش غتيستيها غتدخل تيستيها مانيلي في البدايه غتدخل وغدير باس يوزر نيم كله بالارقام ما ديرش يوزر نيم وتكليكي لوغين خاصهم يديروا لك واحد الايرور مسج ما ديرش الباسورد خاصهم يقولوا لك راك ما درتيش الباسورد ما دير حتى شي حاجه ما يخليوكش تكليكي لوغين كتبقى دير بزاف ديال الفراضيات باش تحاول انك شوف هذاك الكود اللي كتب هذاك الديفلوبر واش خدام مزيان ولا ما خدامش مزيان
فاش كتالي داكشي كديروا مانيال لي كيما قلت لكم دابا عاد كتمشي كتكتب الكود ديالك واحد جافا كتصايب واحد جافا كود كتصايبو فواحد العيب واحد الاي دي اي كنقولوا ليه بحال نقولوا الوورد ماشي الوورد الدراري عاد بغيت نشرح باش نوصلوا يا باش نوصلوا يا ماشي الوورد الاي دي راه واحد الحاجه اخرى من انتيليجي وبزاف العيبات اوكي بلاتي خويا فكي شنو هاد السالفة؟ عاد بالي تما تيبان لي ارقام انا تنبي شنو هادي؟ صالح سولت واحد شنو هادي قرا لي العطل واحد طيب قال لك صالح سولت واحد الافيش تاعو ب 1000 دولار باش كتحيد الضرائب اخويا الضرائب راك ياكلون انا دابا راه عبدو راه عارف ما عرفتش واخا الضرائب عندكم كيديروا تما ولكن هنا الضرائب اخويا راه ناقصين ناقصين على فيرجيني احنا اخويا راك ياكلونا فيرجيني راه معروفه فيرجيني بالنسبه لي الزياره اخويا باش نقول لك ياسمين ما عرفتش يمين يمين ما عرفتش شنو اسمه صالير سول افيش تاعنا يا دير اكثر من 4000 في الشهر هاي حيدوا لك الضرائب وكل شيء وغادير اكثر من 4000 غادير 5000 ولا اكثر من 5000 في الشهر واخا حيدوا لك الضرائب وكل شيء وباش كنقول لك الضرائب راه كنقول لك راه حيدوا لك تقريبا شي 1200 دولار في 15 يوم تيدريسي وصالة الطبيعي 2400 في الشهر اللي كيحيدوا لي واو 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 اجل ما تقدرش تخدم معاهم تقول شركه يبدا يفايلوا لك تي 99 ما تقدرش يمكن لا راه نقدر اخويا لكن ما بغيتش ندخل في هذاك الشيء ما عرفتش كدير انت اي ملاحه هذا اللي بغيت نقول لك لا راه حيت كيكون عندك الاوبشن في البدايه فاش كدوز الانترفيو على البداية الريكروتر كيقول لك واش بغيت نخلصك في الدبليو 2 ولا 1099 اري على شان 1099 الا خدام انت اللي كتختار شنو بغيتي ولكن انا ما عرفتش ما قلتش عليك انا كنقول ندير دبليو 2 ونهني راسي باش ما نبقاش نخرج راسي من كل المشاكل ولكن 2400 في الشهر اخويا نديرو 1099 والله الا بصح 2400 راه بزاف اصاحبي والله الله ما نكذب عليك والله 2400 واو تاني توصل الوقت تاعك غنمشي واحد مغربي اللي كان كيتفرج فينا المقيس غنمشي عندو ما خرجش ليا فلوس يخرج معاه يا ما كملتيناش الروتين ديالك فين وصلتي في الروتين اوكي ساليت بديت الروتين اليومي ديالي كان نصايب هذوك اليوزر ستوري كان هذوك اليوزر ستوري اللي خدام فيها اول حاجه كنحاول نكتب داك الشيء فشي ورقه ولا في وورد اشنو غادي نبيستي بالنسبه لهادي كما قلت لكم نديرو حنا مضله اول حاجه غنقول اول حاجه تيست كيس غندير هي خاصني نحل هاد المضله نشوفها واش كتحل ثاني حاجه غنخو عليها الماء سخون ثالث حاجه غنبيستيها واش الا درتها في الشمس غطرى عليها شي حاجه كنبقى نكتب هاد الفرضيات تيست كيسز وهادشي كنبقى نكتبهم باش نعرف شحال من حاجه خاصني ندير هاد الكتبة هادي كنقول لهم ديما كنقول لهم راه كدير ليا نهار انايا اوكي باش تكتب هادشي كتقول لهم راه كدير ليا نهار ولا شي حاجه بحال هكا صافي كتبقى غادي بحال هكا المهم كنسالي هادشي كنمشي نصايب الفطور كنفطر كنرجع للبيت تاع التلفازه بقى تفرج وبقى خدام تفرج وخدام الا كان شي ميرينغ راه كيعيطوا لك كيقول لك نوض ديما راه عندنا واحد الميرينغ من هنا لساعتين دخل شوف معانا ولا تخربيق صافي ما كذبتش عليك تخربيق الخدمه هي اللي كدير انت راسك ماشي هذوك الميرينغ وداك الشيء بعض المرات كاع ما كيحتاجوك كتدخلها باش تفهم كاين شي حوايج كيقول لك راه اليوم بغينا نديفلوبي واحد العيبه هادي وهادي انت كتكون تما باش تفهم شنو بغاو يديفلوبي باش في الاخر باش يعطيوها لك تيستي بلا ما تعاود ترجع تسول فيهم واحد شاد شي هذا شنو غندير هنا فهمتي صافي وكتوصل كان في البيسي و كنمشي نتفرج في التلفازة عرجلي هادي الخدمة يا كت ما